طب نروح ليوسف عثمان معانا على الهوا دلوقتي، الفنان يوسف عثمان بنقول له حبيبي يا زول صباح الخير وكل سنه وحضرتك طيب. صباح النور والف مبروك دورك في بقينا اثنين. ربنا يخليك، الله يبارك فيك. طبعا صباح الخير وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. وانا بصراحه يعني مبسوط بالتليفون ده، لان انا كان نفسي فعلا اعيد على استاذ طارق. انا عايز اقول بس حاجه، انه في مخرجين قليلين اللي ممكن يحطوا ثقتهم بجد في الممثل ويدوله الثقة كده مع التوجيه، مع انه عينه معايا على طول. انا دي حاجة بقدرها جدا، ودي حاجة انا يعني بجد هفضل فاكرها وبحترمها وشايلها استاذ طارق. انا ده كان اول تعامل بيني وبينه في المسلسل، وقد ايه قد ايه استغربت، لان هو شخصية في منتهى الذوق على المستوى الإنساني، في منتهى الذوق ومنتهى الاحترام، وكمخرج في منتهى الاحترافية. ودي حاجة ريحتني جدا وبسطتني جدا وساعدتني جدا. وأرجع وأقول تاني، طبعا أستاذ طارق هو اللي يقدر يحكي الموقف بكل كواليسه. الثقة اللي هو الدهالي هو أستاذ كريم أبو ذكري، إن هم يدوني الثقة إن أنا أعمل شخصية سيف. دي حاجة أنا يعني مبسوط بيها جدا وبشكرهم عليها جدا جدا يعني. طيب يوسف، طبعا أنت بالنسبة لنا يعني ما ننساش أبدا دورك وأنت لسه طفل صغير في بحب السيما. للنهاردة بنشوفك ما شاء الله نجم كبير، احكي لنا عن سيف وعن شخصية سيف بقينا اتنين، والتغير الكبير اللي حصل في حياتك كممثل من ممثل لسه صغير جدا في السن لممثل النهاردة ما شاء الله متمكن. هي شخصية سيف عشان هي شخصية يعني كوميدية جدا من المقام الأول، ليها طبعا طابع رومانسي مع شخصية ريم اللي بتقوم بدورها نانسي. بس في الآخر في الطابع الغالب عليها الكوميدي، اللي لازم يبقى فيه تايمينج مظبوط وحس مظبوط. والكوميديا صعبة جدا، وصعبة انها تتعمل مع نجم زي أستاذ شريف منير، مع نجم زي أستاذ رانيا يوسف، وظبط ده لأن في ديناميكية معينة، انه لازم يبقى الموقف ماشي بيضحك، ولو في إفيه هيتقال ما يبقاش تقيل ويبقى مناسب للمشهد. فده مش هينفع. ممكن انا كممثل في نص معايا في موقف يضحك جدا بس انا ما اعرفش اديه، او العكس يبقى انا كممثل بأضيف حاجة بس النص ما يستحملوش، أو أنا بعملها بطريقة زيادة، أو بقول حاجة ما تناسبش المشهد أو كده. ودايما أستاذ طارق كان هو اللي بيظبط ده الميزان لده. وده اللي كنت بقوله، إن هو قد إيه كان عارف يتعامل معايا، إنه هنا ده ينفع هنا ده ما ينفعش، هنا ده مناسب هنا ده كتير هنا ده قليل. فده أنا بالعكس أنا أحب ده جدا، وفي نفس الوقت ده بيريحني جدا، لأن أنا عارف إن أنا في حد شايفني من فوق بيلم ورايا الدنيا. انا اتبسطت جدا جدا بالدور ده، من اكتر الادوار اللي تحت وانا بعملها حبيتها جدا. وحبيت كمان لما شفت الشغل وشفت المشاهد الكوميديه الكتيره اللي بيني وبين استاذ شريف منير، حقيقي حبيتها جدا يعني، واتبسطت منها. وجالي فيدباك عليها ان الناس بقت تقول لي طب ايه ده حلو ده يعني، عايزين نشوفك في الكوميدي ده اكتر كمان. ودي حاجه ده تحدي كمان انك تلعب الدور الكوميدي ده. يوسف كلمنا اكتر، لسه بنتكلم دلوقتي على الوقوف قدام شريف منير. شريف منير اسم كبير ويعني بطل ونجم كبير في الدراما المصريه. كلمنا بقى عن اجواء العمل، الوقوف قدام شريف منير، المساحه اللي بيديها لك ازاي. كمان هو حريص جدا واحنا عارفين كده، انه يدي مساحه كمان للممثل اللي قدامه انه يشتغل ويقدم اجمل ما عنده. انا عشان بحب طبعا استاذ شريف منير جدا، بس بالذات كمان من المسرح، من مثلا مسرحيات زي الاباندا وزي كده اوكي، فانا بحب اتفرج عليه فيه كمان. لما ساعات الممثل في سيكونس كوميدي على المسرح في فصل معين او كده، بيبقى في المشهد ده هو اللي بيفرش قوي، هو الصدادة للإفيه قوي، وأوقات تانية هو اللي بيقول الإفيه وتفاعل الممثل التاني معاه هو ده اللي يضحك. فأنا كنت بحب أتفرج على ده وباخد بالي. عارف لما تبقى أنت عارف حد وبتتفرج عليه كتير وعارف طريقته قبل ما تشتغل معاه، فلما تشتغل معاه أنت عارف انت هنا ممكن تقول كذا فهو يقول كذا، او بالطريقه دي عشان هو دايما بيبقى فيه رد فعل كذا يضحك لطيف. فدي حاجه ريحتني جدا برضه. وتاني ارجع واقول لولا استاذ طارق قد ايه سهل عليا، لان انا كنت انا داخل على اللوكيشن. اللوكيشن كان كل الادوار متسكنه، وانا من اواخر الناس اللي مضيت دوري،
فكان اوريدي المجموعه كامله موجوده، منهم كمان يعني او رؤساء الاقسام كلهم موجودين من الفعل المسلسل، زي ما استاذ طارق اتكلم من ايجار قديم، الناس اشتغلت كلها مع بعض، ناس عارفه طريقه شغل بعض، فانا اللي داخل على المجموعه فقد ايه، عارف زي ما لما لعيب كوره يمضي في نادي فيقول لك ازاي كلهم احتضنوه ودخلوه اوضه اللبس وسهلوا عليه التاقلم وكده، هو ده اللي حصل فعلا من اول يوم كمان. فدي حاجه بتريح، دي حاجه بتريح وبتسهل الدنيا لما تلاقي كل الناس في اللوكيشن، ما يعني ما فيش حد انتنشن، ما فيش حد فيه مشكله، ما فيش حد حاجه، دي حاجه سهله قوي، وباين ان الناس دي كبيره وناس سويه وناس دي حاجه تبقى لطيفه جدا لواحد زي يعني دور سيف اللي كان بيحاول يرجع ادهم لياسمين، دور لايت كوميدي كده لطيف قوي. حابب ان انت تعيد تاني تجربه اللايت كوميدي دي يا يوسف، انبسطت بيها؟ انا كمان عايزه بس اقول لك على حاجه يمكن انت ممكن ما تبقاش شايفها دلوقتي، انا عايزه اقول لك ان طول ما انت بتتكلم استاذ طارق على وشه علامه الفخر بيك، والله بتكلم بجد. فحابب ان انت تعيد تاني تجربه زي دي اللايت كوميدي دي يا يوسف، ولا حابب ان انت تعمل حاجه تانية بعد كده؟ عايز تعمل ايه؟ والله انا الحمد لله، انا الواحد يعني دي حاجه الواحد بيتعلمها مع الوقت، ان هو كممثل ممكن هو يبقى حابب نوعيه معينه من الادوار، بس الحب الجمهور او اختيار الجمهور ممكن يوديه في نوعيه ادوار تانية. انا كنت بالعكس اول ما رجعت امثل تاني وانا كبير، ده كان 2013 مع استاذ خالد صالح الله يرحمه في مسلسل اسمه فرعون، وابتديت بعدها اعمل ادوار ما كانش فيها طابع الكوميديا خالص، وانا نفسي كنت بتعلم تاني واكني ببتدي تاني من الاول، وما كنتش متخيل ان انا على قد ما كنت حابب ان انا العب ادوار كوميدي، بس ما كنتش رايح في السكه دي، وما كانتش نوعيه الادوار دي بتشاف فيها، لحد ما ابتديت اعمل ادوار، اخش في ادوار فيها حاجات دراما، فيها حاجات رومانسيه، وانا عمري ما تخيلت انا ممكن حتى اعمل ادوار الرومانسيه دي، لحد ما ابتدت تجي لي نوعا ما ادوار لايت كوميدي وفي حاجات كوميدي صرف يعني زي ما بيقولوا. فبالعكس حابب ان انا اكمل في ده، بس ارجع واقول لك في يعني اخر عملين ثلاثه ليا ما كانوش كوميدي خالص. تمام. فبالعكس انا بحب التنويع ده، ولحد ما الجمهور يقول لا ده فلان، احنا حابينك نشوفك كده في كل الادوار تلعب كوميدي وتلعب تراجيدي، ويعني دايما الممثل بيحاول في كل مره يعني في كل محطه يبقى بيتحدى نفسه وبيتحدى موهبته. بشكرك شكرا جزيلا، بقول لك مره ثانيه كل سنه وانت طيب يوسف عثمان، الفنان المشارك في مسلسل بقينا اتنين.